ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على حاجه فن اكتر من كل اللي اتقال قبل كده، لا عربيات ولا حديد ولا اسمنت. هنتكلم عن الجزم اديدس. اتس ا بيرسونال فيفورت بالنسبه لي الصراحه. النهارده انا رنا ومونيكا ومنى واسلام. الاجنده النهارده بتبتدي بالانترودكشن، هنشرح فيها اديدس شوية بيزك انفو، كومباني بروفايل عن اديدس والمشي والفيجن، وراها اندستري اناليسز بالاندستري درايفرز والاندستريز والانتري والاكزيت باريرز والكوستال اناليسز، فولود باي ماركت شير اناليسز، ماركت سيجمنتيشن، سوات، وبعدها فاكتورز افكتنج ديماندز اند سبلاي، ولاستلي از ذا اناليسز. الكومباني بروفايل يعني احنا ما دخلناش قوي في ديتيلز اوف ذا هيستوري، بس هي اديدس زي ما كلنا عارفين بتشتغل في سبورتس وير لايك اثليتيك فوت وير. ابتدت اكشلي في جيرماني، فاوندد ان 1949. هقول لكم اكشلي ادي ده الفاوندر بتاع اديدس. ابتدى الاول شركه هو اخوه، كانت شركه في الاول وبعدين ما نجحتش، and they split into اديدس and بوما. فاديدس وبوما اكشلي بتاعت اخين، اوكي. اديدس البرودكت كاتالوج بتاعهم هو فوت وير وابريل وسبورتس اكسسوارز. الميشن تو بي ذا بيست سبورتس كومباني ان ذا وورلد، هما دايما بي ايم فور تو بي ذا بيست في ثرو بيرفورمانس انوفيشن اند ريسيرش، وهنتكلم اكتر ان ديتيل. الفيجن تو بي ذا ديزاين ليدرز وذ فوكس اون لاكينج ذا بيست اوت اوف اثليتس وذ بيرفورمانس دريفن انوفيشن. زي ما قلنا they always focus on performance and innovation. Performance قصدهم بيها انه helping athletes actually to do their best throughout using their products, okay. وده كمان هنشوفها في sponsorships اللي هم بيسponsor، الناس اللي بيسponsor وهنتكلم عليها اكتر، زي محمد صلاح وناس اجمل من كده. الفاليوز بتاعتهم performance زي ما قلت، innovation هما they try to be as innovative as possible، وده كمان بيبان برضو في ال collaborations اللي بيعملوها، مثلا زي Yeezys مع كاني ويست مع ناس collaborations مع a lot of people. Sustainability they say that they focus on sustainability with reducing waste، however وده برضو هنعرفه قدام، ال environmental groups they have a different view about this. Diversity and inclusion. Diversity and inclusion, not just for the company employees. They have around 80,000 employees by 2022, but they have a lot of employees. But it's not just in the labor. It's also for what they produce. In other words, I mean like gender neutral products and like hijabi products. They try to produce products that are very inclusive. Integrity and ethics, which makes sense. Their products have very good quality and they're produced with integrity. Teamwork and collaboration, and this is reflected in the innovation part. They do a lot of work in teams where they do like user interviews and a lot of stuff to be able to innovate. The industry analysis and size. 127.3 billion ده كان في 2021. الانيمال جروث ريت ده اكسبكتد لغايه 2030 يبقى 4.9 billion. يو اس اي هي اكبر كونتري بتجنريت ريفينيو، مع انها اديدس از جيرمان كومباني، بس يو اس اي بالنسبه لهم اكتر بلد بتجنريت ريفينيو. الاندستري درايفرز طبعا احنا عارفينها كلنا، يعني في مصر حتى الانترست اللي في الهيلث سبورتس، وده منتشر في مصر جدا الفتره اللي فاتت، في اكتيفيتيز كتيره سبورتس بتفتح، وموضوع ان being interested in fitness is very common nowadays. الجلوبال اي كوميرس لاندسكيب طبعا دلوقتي يعني ما فيش اي بزنس بيعرف ينجح من غير اي كوميرس، لازم تبقى بتبيع اونلاين عشان تعرف تنجح. فهم اكشلي they're aiming to انه يبقى 60% من السيلز بتاعتهم تبقى اي كوميرس اكشلي، وما يبقاش من ستورز نفسها. الاندستري زي ما قلت لكم هما they say that their value is sustainability، however environmental groups they actually be label Adidas ان هما dirty manufacturing، عشان ان هما they
produce a lot of waste وactually they manufacture في تشاينا وفي فيتنام عشان ال environmental regulations are a bit lenient than Germany. So that's why بيروحوا يمانفاكتشر في حتت أحسن شوية أسهل شوية. الكومبوزيشن طبعا معروفة نايكي 28% من ماركت نايكي عامة أو 27 يعني around this number. وأندر أرمر نايكي كومبتيتيف بالذات في حتة الانوفيشن إنه دايما بيكمبيت أديداس ونايكي على حتة what's next إيه أكتر أحسن برودكتس تطلع. أندر أرمر بيكمبيت معاهم قوي في حتة البرفورمانس. أندر أرمر specified في الأبريل والفوتوير for performance للأثليتس. بوما زي ما قلت لكم في الأول هو أديداس بيكمبيت مع بوما اللي هو أصلا أخوه يعني في الآخر المين owners are brothers يعني. وفي كمان ريبوك بس ريبوك تعتبر تحت نفس تحت زي أديداس جروب فأنا أديداس included عشان يعني هما تعتبر نفس الحاجة بس يعني هي competition. الانتري باريرز طبعا الكومبيتيشن زي ما قلت كابيتال ريكويرمنتس عشان تخش ماركت ان يبقى في تشتغل في السبورتس وير والفوت وير بتبقى محتاج كابيتال ريكويرمنت كبير قوي في مانيفاكتشرنج وعشان تبرودوس وذ لوست كوست وات ذا سيم تايم يبقى عندك سبلاي تشين قوي جدا تعرف تكفر البلاد كلها. وطبعا الماركتنج نايكي واديداس يعني في الماركتنج كلنا عارفين قد ايه هم جامدين فانت بتحتاج فلوس رهيبه عشان في ماركت. في برضه الانتري باريرز براند لويالتي انا شخصيا برضه حد يعني عندي لويالتي لشويه براندز في سبورت وير ولما بيبقى في حاجه جديده بحس انه لا I'm very loyal to this and I will not change. الجلوبال سبلاي تشين زي ما قلت السبلاي تشين بتاع اديداس از فيري كومبلكس وهما بيصنعوا اراوند ذا ورلد وبيجيبوا المواد بتاعتهم من حتت مختلفه فالسبلاي تشين بتاعتهم از فيري كومبلكس. الاكزيت باريرز طبعا انه if you have a manufacture بعدد كبيرة فعندك investment في fixed assets عندك long term contracts مع ال suppliers بتوعك عندك ال brand reputation و debt and financial obligations دول very common exit barriers عامة لكلش يعني industries كتير. البستل هنبتدي بال environmental ده انا قلته الاول قبل كده انه عندهم مشكلة في waste و sustainability ان هم مش قادرين يبقوا 100% green يعني زي ما بيقولوا. البوليتيكال as I said ان هم بيبيعوا في بلاد كتير قوي فدي يعني الانترناشونال تريد بوليسي بتاثر عليهم جدا. والبوليتيكال انستابيليتي وده فور اكزامبل دلوقتي اديداس قفلت كل محلاتها بيرمننتلي في روسيا افتر ذا وور ده بسبب البوليتيكال انستابيليتي. وايفر يعني انا لسه بصيت عليه دلوقتي هم لسه فاتحين في اوكرانيا بس يعني هم قبل في روسيا اي ثينك اتس يعني بوليتيكال ستاف يعني. ايكونومكس بقى عندنا جلوبال هيلث ايكونوميك افكت طبعا على الكاستم سبيندنج انه في الاخر اديداس اتس نوت ا نيسيسيتي بتعتمد مني على الديسبوزبل انكم بتاع الناس. فمثلا وقت الكوفيد 19 السبيندنج بتاع الناس على الان النيسيسيتي ستاف قل شويه فاديداس الكومباتيبلز والبرايسنج اند ترند هما ونايكي زي ما قلنا بيكمبيت دايما فلازم بياخدوا بالهم قوي من البرايسنج بتاعه الكومباتيبل ده. السوشيو كلتشر الترندز وهم يعني الترند بتاعت الهيلث كانت في مصلحتهم جدا. والديموغرافيكس هما بياخدوا بالهم قوي من الترندز في كل البلاد اللي هما بيصنعوا فيها عشان كده ابتدوا يعملوا حاجات جندر نيوترال وعشان كده في البلاد العربيه بيعملوا حاجات فور المحجبات ده عشان هما they're very focused on trends and demographics and trends يعني. technological هما research R&D عندهم بزيها عشان هما they're a German company but R&D عندهم is very important. وال-e-commerce الليجل هما زي ما قلت عندهم تقريبا 80,000 موظف فال-labor laws في البلاد كلهم مهمة جدا عندهم ان هما يفوكس on it وال-regulations زي ما رنا قالت ان هم مهتمين قوي ان هم يحولوا المنافس البيع بتاعتهم انها تبقى كلها اي كوميرس. وكان اصلا سي اي او بتاعهم اللي قبل دوت اللي هو اتغير ريسنتلي كان قال لما اتسال ان هو ايه اهم الستورز بتاعته كان قال ذا موست امبورتنت ستور وي هاف ان ذا وورلد از دوت كوم. فده بيدي
فده بيدي انديكيشن ان هو مهتم قوي بالحته بتاعه الاي كوميرس دي، لان هو شايف ان دي المستقبل كله. حتى هم في خلال الخمس سنين اللي فاتوا عملوا انفستمنت عشان بس يطوروا السايتس بتاعتهم والحاجات اللي زي كده اكتر من بليون، فصرفوا في خمس سنين بس بليون يورو. اديداس بتشتغل مع جت في سنه 2021 قررت ان كانت نايكي كانت يعتبر خدت من الماركت شير بتاعها جزء، فحبوا ان هم يعني اكتشفوا نفسهم فاختاروا البوسبل اسنسنج. دي يعني يعتبر الكامبين بتاعهم ديت كانت قويه جدا، وكانت بتعتمد بشكل اساسي على قصص نجاح وكفاح، وان هم ربطوها بالبوسبل اسنسنج. طبعا اشهر حد ممكن نتكلم عليه هو صلاح اللي هو جه من قريه في مصر، وابتدى ان هو يوصل للعالميه وبقى ميجا ستار. الكامبين ديت حققت معاهم ريزلت رهيبه جدا، ان هي عملت اكتر من 1,300,000 مشاهده، وعملت عملت طبعا في السوشيال ميديا عملت يعني ريزلت جامده جدا. وان هي لغايه دلوقتي من بعد سنتين حتى من 21 لسه لغايه دلوقتي الكامبين بتاعتهم شغاله، ويعني حصل لها فيوز كتير على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. ده الماركت شير بتاع اديداس وبتاع الشركات المنافسه ليها. في الماركت سايز كله اصلا بيقدر بتقريبا 111 بليون، والماركت سايز متوقع ان هو في 28 يبقى 140 بليون، فده طبعا ارقام قويه جدا وكبيره جدا. وحاليا افضل ماركت في جروينج ماركت في الـ في في, في الاتليت فوت وير اللي هو بتاع ساوث امريكا، هو ده اكبر حاجه حاليا فيه جروس ماركت دوت. دي يعتبر الماركت شير اللي موجوده دلوقتي في امريكا. نايك طبعا هي الدومينيتنج هناك، تحتيها جوردن ديت اصلا بنقول باي نايكي برضو. دي رقم 3 بماركت شير في امريكا تقريبا 11.5. الماركت سيجمنتيشن، اديداس الماركت سيجمنتيشن بتاعتها مش معقده خالص، هي عندها حاجه بسيطه كده سهل ان هي تتفهم. فهم مقسمين الماركت جيوغرافيك وديموغرافيك وبيهيفيرال وسايكوجرافيك، وفي التارجتنج والبوزيشن. الجيوغرافيك اديداس لما بتيجي ماركت ما بتستغل، بتبقى لما بتيجي ماركت بتشوف كل مكان. هي زي ما احنا عارفين ان هي بتنتج من جانب الفوت وير بتنتج اكسسوارز للرياضه، فهي بتحاول تشوف كل مكان ايه الرياضه بتاعتها المشهوره ايه او اللي الناس بتروح لها ايه، وبتنتج لهم بتماركت الجزء ده. فزي مثلا في امريكا مثلا ان هي بتحاول تماركت اكتر الفوتبول والبيسبول، وفي اوروبا السوكر، ومثلا لو في الهند مثلا هتلاقيها مهتمه اصلا اكتر بالمضارب الكراكت والحاجات اللي زي كده. في بعد كده الديموغرافيكس، هي ما بتخش بتحاول اديداس لما بتخش بتشوف الايدج بتاع الناس اللي بتشتري، الايدج بتاع الناس اللي بتحاول تشتري منها او السيجمنتيشن بتاعتها. فهي عندها 4 برودكت لاين اساسيين، وهي بكل برودكت لاين من دول بتتارجت فئه سنيه معينه. فعندها النيو ديت للتينيجرز بتتارجت من سن ال 14 ل 19 سنه علشان تحاول تبقى معاها من سن تحت تبني معاهم لويالتي قدام. بعد كده في الاوريجينالز، الاوريجينال دي بقى للكاجوال وير والحاجات اللايف ستايل بتاع اللي هو اكتر الستريتس اللي هو شكله اشكاله معينه كده. بعد كده في البرفورمانس، البرفورمانس دوت بيتارجت بيها الرياضيين، لان هي طبعا اصلا اديداس هي اللي اكتشفت نظام بوست دوت. النظام دوت اللي هو بيوقف يعني الحركه ما بتبقاش فيه عائق ما بين حركه وحركه، ما بيبقاش فيه رد فعل كده يعني. فهي تعتبر ان هي اكتشف النظام دوت في البرفورمانس. بعد كده الستايل دوت بيبقى الغرض منه ان هي تبقى متابعه اي حاجه ليها علاقه بالترند، فده بيطلع حاجات ترندي من الوقت للتاني علشان تبقى موضح. زي ما كنا اتكلمنا بقى دوت التقسيمه بتاعتهم البيهيفيرال، ان هي بتحاول تدخل في اكتر في كل واحد السلوك بتاع الناس، وبتشوف ايه اللايف ستايل اللي ممكن يناسبهم. في البوزيشننج بتحاول تشتغل دايما مع الناس الناجحه، زي ما اتكلمنا ان هي كان معاها صلاح ومعاها بيونسي وامبي، وهي طبعا معاهم ميسي. طبعا ده كان بيحاولوا برضه ان هم بيحاولوا يربطوا ان النجاح مرتبط
البرودكتس بتاعتهم، فكانوا بيحاولوا ان هم يخلوا الشامبيونز بتاعت العالم كلهم يبقوا معاهم. ده الماركت كاتيجورايزيشن. زي ما قلنا ان اديداس بيبقى عندها كذا منتج، وزي ما ران قالت بس رغم كده ان الفوت وير لوحده بيمثل 53% من النت سيلز بتاعتها، وده رقم طبعا كبير جدا. بعد كده في السوات اناليسيس حبينا نعمل شويه ديتيلز على ايه نقط القوه والضعف في اديداس. فلقينا في نقط القوه بتاعتها البراند فاليو ان هي بقى لها اكتر من 70 سنه بتوبريت، وبقى عندها ريبيوتيشن، وبقى عندها الكاستمر لويالتي عاليه قوي. الانوفيشن طبعا ان هي شركه المانيه، فهم عندهم دايما بيحاولوا ان هم زي ما قلت ان هم اكتشفوا النظام، او هم عملوا نظام البوست دوت اللي هو بيساعد الرياضيين ان هم بيمتص الصدمات وكده في المنتجات بتاعتهم. عندهم دايفرسيتي برودكت بورتفوليو، زي ما قلت ان هم عندهم 4 برودكتس لاين بيتارجت فيهم من اول 14 سنه لحد 65 سنه. الويكنس بتاعتها مشكله ان هم سبلاي تشين شورتج، فهم عندهم مشكله ان هم بيعتمدوا اعتماد كلي على استيراد المواد الخام اللي بيعملوها ليها المنتجات بتاعتهم. فلو حصل اي حاجه في اي مكان، اي كارثه طبيعيه، اي حرب، اي انسرتينتي، اي حاجه، فده بيخليهم بيكلفهم فلوس كتيره جدا عشان يقدروا يستوردوا الحاجات دي من مكان تاني، فده طبعا بيقلل البروفيتابيلتي بتاعتهم. سمول برودكت لاين هي مرتبطه شويه برضو بالسبلاي تشين شورتج، ان هي ان هم الطلب بتاعهم بقى كبير قوي، لان هم ساعات بيتاخروا مش عارفين يكفوا السوق بسبب ان في حته معينه بيستوردوا منها حاجه معينه حصل عندهم مشكله فيها. الديبندنس اون ذا سبورتس ماركت، زي ما زي السلايد اللي احنا شفناه قبل كده، ان هم تقريبا بياخدوا 51% بس من الفوت وير. فدوت ده طبعا سيزون او اللكشرتي ايتم. فلو حصل مشكله معينه في الاقتصاد او الانفليشن زاد، فده بيخليهم ان هم ما يعرفوش يحققوا البروفيتس اللي منتظرينها، وبيخلي الاوبريتنج اكسبنس او الفيكسد كوست بتاعتهم كده عاليه، فبيخليهم يتاثروا جدا. طب ايه الاوبورتيونيتيز اللي قدامهم؟ طبعا الاي كوميرس ان هم بيحاولوا دلوقتي وشغالين فيها، ان هم بيتارجتوا في 25 ان هم يبقوا 60% نسب البيع بتاعتهم هناك، لان هو ده طبعا هيوفر معاهم جامد وهيبقى اسهل. حته مهمه جدا في الاوبورتيونيتي الجينتر نيوترال كوليكشن اللي كانت اتكلمت عليها رافا. الجزء ده كان موجود من زمان بس ما كانش امباور، ابتدى امباور دلوقتي مثلا بشركه زي اديداس. الفكره من الموضوع ده ايه؟ الفكره من الموضوع ده ان هم عايزين يعملوا هدوم، الهدوم دي تناسب الجنسين، مش شرط ان انت تبقى هدوم ستات او هدوم رجاله او هدوم ولاد وبنات، لا انت بتجيب حاجه مريحه وانيقه وفخمه وممكن ده او ده يلبسها عادي. فده طبعا كانت حته فاضيه خالص ما فيش اي حد اشتغل فيها تقريبا قبلهم، فهم لما مسكوها اتوقع هم نفسهم عندهم اكسبكتيشن عاليه ان هم ممكن يحققوا فيها ويبقوا ليدر في الحته دي. الستريتس طبعا دي باينه جدا الكومبيتيشن، زي ما احنا شفنا ان نايكي عاليه جدا عنهم وهي اصلا بتعتبر هي رقم واحد حاليا، وفي طبعا بوما وفي حاجات كتير، طبعا في شركات صيني كمان كتير قوي بتنافسهم. فالمشكله ان هم عندهم الكومبيتيشن عاليه قوي، في برايس وور طبعا في الموضوع ده. السبلاير دوميننس دي فيها مشكله بسيطه، ان هو احنا زي ما كنا قلنا ان اديداس كان عندهم بس 4 برودكت لاين، الاربع برودكت لاين دول مش بيدوا اوبشنز كتيره للناس، عكس شركه منافسه اللي هي نايكي ان هي عندها برودكتس اكتر واوبشنز اكتر، بتخلي الناس ممكن تروح للاتجاه دوت بس علشان هم شايفين فرايتي كتير بالنسبه لهم يختاروا. نتكلم على الفاكتورز اللي بتاثر على الصداي. اول حاجه بالنسبه للبوليتيكال، جيرمان طبعا من اقوى الاقتصادات اللي في العالم، فتصنف اللي هي رابع اقتصاد في العالم وثاني دوله من حيث الايكسبورت والاكسبورت كمان، وتعتبر طبعا دوله فيها ستيبل مستقر، الاقتصاد فيها مستقر. بالنسبه للايكونومي ده اللي شايفين فيه هنا فينا جروس واحد من 2021 واكسبكتيشن لحد 2026 برضه.
بالنسبه للسوشيال ترند والفتنس، وطبعا في السوشيال ترند طبعا في فتنس والناس تقبلها من انها تروح جيم والقصص دي، فبدات الناس تروح تشتري حاجات رياضيه وتساعدهم ان هم تسهل عليهم ان هم يروحوا الجيم والحاجات دي. بالنسبه للانفايرمنتال، ما جيرماني بدات الجفرمنت بدات تريديوس البلاستيك والمواد البلاستيكيه عشان هي ضرب الانفايرمنتال، فبدات ان هي بدات اديكس تستخدم مواد بديله للبلاستيك عشان ما تاثرش، عشان ما تدفعش ثمن الكوست بتاعها ما يبقاش عالي جدا. وبدات كمان تستخدم مواد يعني متنوعه غير بس البلاستيك زي الكوتون، وفي كمان تكنولوجيا جديده زي الاي اي بنشوفها دلوقتي. التكنولوجيا زي في صناعه احذيه اديدس بداوا يستخدموا مواد كتير متنوعه اسمها اي اي. الاي اي دي بتستخدم مواد متنوعه وبتبقى في طبقه ليا من السبورت وير. الطبقه دي من الشوز نفسها بتبقى ما بتولدش حراره عاليه، فبتساعد ان هو يقدر يستخدم الماشين سواء هو ماشي في الشارع او في الجيم او الحاجات دي. بالنسبه للليجل، هم استخدموا هم كان عندهم مانيفاكتور بس في جيرماني، وبداوا يستخدموا اوت سورسنج استراتيجي، فبقى عندهم دلوقتي 65 دوله هي 120 برانش تاني. فبداوا لازم كانوا يطبق لازم ياخدوا بالهم من الليبر لوز والريجوليشن والبيشتر عشان الكابيتال وورك هتبقى مختلفه ومتنوعه ما بين الدول كلها. مع سوبر ستارز زي ما قلنا قبل كده، اولا هنلاقي اي اثليت منهم مو صلاح وديفيد بيكهام بيلعب زمان وميسي. بالنسبه للسليبرتيز بيونسي وريتا اورا وكانيي كمان كانوا عاملين معاه كولابريشن في 2015، ان هو كان هو المين فيس للجيزيز اللي هم طلعوها. بعد كده عندنا البرايسنج اديدس بتبقى معاها يعني بتعمل تو استراتيجيز الكومبيتيتيف والسكيمينج. الكومبيتيتيف لما بيكون نايك مثلا او اي كومبيتيتور تاني بتشوف البرايسنج بتاعها وتخليه كومبيتيتيف ليه، وبالنسبه للسكيمينج لما تكون نازله برودكت جديد في الماركت بتبدا ان هي تعلي البرايس قوي قبل ما بتنزله. بعد كده على مدار السنين ما بيبتدي يقدم وينزل حاجه تاني يبتدي البرايس بتاعه يقل. بعد كده سيزوناليتي الديماند مثلا في البلاك فرايداي في الاوفرز بيبقى اعلى بكتير، في الباك تو سكول سيزون او يونيفرسيتيز او حاجات زي برضو الديماند بيبقى اعلى. بعد كده عندنا الجفرمنت البوليسي والبوليسي والبوليتيكال ريزنز. البوليسي طبعا اللي بتساعد انها مش يعني ما بقاش في مثلا هاي تاريفز او على الامبورتد جودز او الحاجات دي، فدي بتساعد الديماند يبقى عالي. لو في مشاكل بوليتيكال ما بين الكونتريز زي روسيا ويوكرين، هي فعلا روسيا كل المحلات اللي فيها كانت عامله اوفرز كبيره قوي عشان يبقى كل الانفنتوريز بتاعتهم في روسيا عشان يبتدوا يقفلوا كل الستورز، لانه وده خسارهم كتير قوي يعني البروفيت مارجنز بتاعتهم خسرت كتير قوي بسبب الموضوع ده. وبعدين عندنا users expectations كانوا ال CEO كان عامل survey ان هما الناس بتبقى عايزة ايه اكتر حاجة. طبعا من حاجات الcomfortability ان الشكل يبقى حلو، ان حاجة تبقى مريحة وتساعد في الجري وفي السبورتس، واكتر حاجة لقوها ان 70% من الناس ودي كانت حاجة بالنسبة لهم برضو يعني شايفوها بس اتأكدوا منها في السيرفي، 70% من الناس كانت بتركز على sustainability بتاعت البرودكت. وعشان كده عملوا كامبين مع كارلي ان هما كل ما حد يجري حوالي 10 كيلو بينضفوا الاوشن يعني بينضفوا 10 بوتلز
من البلاستيك باج من الاوشن، وده بينظف حوالي 500 باوند من البلاستيك الموجود في البحر. ودي الباكين دي كان الموتو بتاعها run for the oceans. دي برضو كانت حاجه بيحسنوا بيها صورتهم على مدار السستينابيلتي، زي ما رنا قالت ان كان في مشكله عندهم في ان هم مش بيهتموا قوي للانفايرمنت. بالنسبه للابيلتي هم عندهم 500 مصنع في 55 بلد، فده بيسهل قوي ان هم بيبقى لهم ستورز واماكن والبروفيت بتاعتهم في كل حته. بعد كده البرايس الاستيستي اوف ديماند، البرودكت بتاعهم هو يعتبر لوكجيريس شويه كبرايس وايز، فبيبقى هو الاستيك بالنسبه للناس اللي مش يعني مش لويال للبراند، بس بالنسبه للناس اللي هي لويال للبراند بيبقى برايس الاستيك. بعد كده البرايس الاستيستي اوف سبلاي هو موستلي الاستيك برضه.